طيب ولا تحسبن الذي يقود في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. نعم انه شهداء بلا شك، ولذا ينبغي ان نلتف حول اسرهم ونعزيهم ونسر عنهم ونقدم لهم المساعده في هذا اليوم بمعنى الحزن، ولكن عجبا أحوال المؤمن كلها خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. استعلت على الجراح ورضيت بقضاء الله تعالى وقدره واحتسبت شهداءها. هنيئا للجزائر ووجب
نسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك وهذه الأمطار المتنزلة وهي من ساعات الإجابة أن يستجيب الله عز وجل دعاءنا، أن يرحم هؤلاء الشهداء، أن يلهم ذويهم صبرا وسلوانا، أن ينزل السكينة في قلوب أهليهم وذويهم وأن يخلفهم في مصابهم. صلاة الغائب صليناها، ترحمنا على أرواح شهدائنا الأبرار إن شاء الله، إن شاء الله يكونوا في جنة النعيم إن شاء الله، هذا واش نتمنى لهم يا ربي في هذا البركة هذا المطر هذا، إن شاء الله يكونوا في جنة. إن الهبة التضامنية التي أظهرها الشعب الجزائري بهذه المناسبة الأليمة تعكس مدى احترام الجزائريين والجزائريات وتقدير الجزائريين والجزائريات لكل التضحيات التي قام ويقوم بها جيشنا جيش الوطن الشعبي في سبيل حماية الوطن في سبيل حماية استقرار وأمن الوطن في حماية إقليمنا إقليم الجزائر الحبيبة برا وبحرا وجوا. فرحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جنانه. دفع ثمنه ذلك وهذا البوطي له تقدير كبير في الجزائر للمواقف التي كان أبداها ودافع عنها واستشهد من أجلها. عندما كانت الجزائر تتألم في التسعينيات وعندما كنا نحارب الإرهاب بدون معين ولا نصير آنذاك، فوجدنا المرحوم البوطي رحمه الله وأسكنه واستيحا جدا، لأنه كان موقف الجزائر موقف حق في مواجهة الإرهاب. صح. ودفع والتاريخ والأحداث أعطاته الحق وأنصفته. قال في نهاية المطاف عندما أصدر الفتوى المعاكسة، قال أما كان خيرا لكم أن توفروا 10 سنين من الجنة. بالضبط. شكرا لكم وبارك الله فيكم. تحياتنا ومرحبا بكم في الجزائر. اليوم هبت مساجد الجزائر عن بكرة أبيها من الصباح. لقد اتصل السادة الأئمة مشكورين بمؤازرة المجتمع المدني وأعيان المدن والقرى في الجزائر إلى أهالي الضحايا، يقاسمونهم الحزن والأسى ويقاسمونهم أيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر أن يطبخ لآل جعفر، فإنهم محزونون. عائلة الجزائرية الأم في كنف الأسرة الجزائرية الأصيلة التي تقاسمهم هذا الحزن وتدعو الله تعالى لهم. وفي صلاة الجمعة وفي كل جوامع الجزائر لهجت ألسنة الأئمة وألسنة المصلين بالدعاء لهؤلاء الشهداء أن يتقبلهم الله تعالى في جنة النعيم إلى جوار النبيين والشهداء والصالحين. وصلت الجزائر جميعا صلاة الغائب على هؤلاء الشهداء. وبشرني منذ قليل سفير دولة أندونيسيا بأن أكبر جامع في جاكرتا نظم صلاة الغائب اليوم كذلك على أرواح شهداء الجزائر، وأنا أعلم بأن العالم الإسلامي كله يوجه وجهة الجزائر التي تعطي دروسا كطائر العنقاء الذي ينبعث من رماده عندما يحترق. الجزائر في مآسيها تنبعث من جديد وتتوحد من جديد وتتصالح مع نفسها من جديد، وها هي هذه الأزمة التي مست الجزائريين في أرواحهم وفي قلبهم وفي مشاعرهم توحد الجزائريين أيضا وتجمعهم حول كلمة واحدة وتؤوب بهم إلى دينهم وإلى خالقهم وإلى التوبة والرجوع والأوبة إلى الله تعالى. والحمد لله أولا وآخر.